سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في ثاني يوم من ايامنا في مهرجان حمر الدروع النسخه الثامنه اليوم يوم الاثنين يوم الثنايا الفتره الصباحيه فتره الثنايا الشوط الفضي والشوط البرنزي والشوط القعدان ومن بعد الفتره المساء فتره الظهيره فهناك تكون اشواط الرموز واشواط السيارات الثنايا الابكار المفتوح وثنايا ابناء الدار فكونوا معنا متابعين هذه الاشواط بفئه الثنايا في الفترتين الفتره الصباحيه والفتره المسائيه حامي والطيب في ميدان حامي من قبل تصف بالصف الأمامي زعفروها بصفهاني أو بشامي صبوا والرعية من الشادلية القلوب ترف والرعية ترفت لقاءتنا مستمرة في مهرجان حمر الدروع في هذه اللحظات معنا أحد الملاك الكبار وأحد الداعمين السابقين لهذا المهرجان ومن الأخوة المؤسسين أيضا وأصحاب الدعم السخي في كل مجالات وأنشطة الهجن سيف مخميس الصجع البادي أبو منصور نرحب بك في حمر الدروع الله يرحبك على فضل وشكرا جزيلا على الاستضافة وهذا المهرجان نحن شهادتنا فيها مجروحة مثل ما يقول يعني نحن المؤسسين مع الشيخ حمد بن مطر مع سعادة المكرم من أول المهرجان لا اليوم وبصراحة أقول لك هذا المهرجان هو أنا متكلم إنه قبل 5 سنوات قلت له هو المهرجان الأول اللي بيظل صح بيظل إيش ليش بيظل نعم لأن أول شيء القائمين عليه قبل كل شيء يعني نعم المكان المنطقة هي جالبة للناس صحيح كيف جالبة للناس اللي يجي من الشرقية اللي يجي من الغربية اللي يجي من الإمارات المكان قريب ممتاز. العرب أبجي من السعودية حاضرين هنا والموضوع سهل لأن لو بعيد ما بيروحوا له لكن هذا المكان محبب إلهم والشيخ حمد جزاه الله خير إلى الثناء والشكر وأنا شهادته مثل ما قلت لك مجروحة فيه يعني أكيد. وأشكركم على اللقاء الطيب والنومة اللي تنومس أمس واليوم وبيض الله يجيكم وإن شاء الله بعد السنة بنشوف مركاض العرضة كما قالوا في بداية المزاين أن يوم تاريخ 15 إن شاء الله فنبارك لأهل العرضة بعد لأن هل العرضة السنة والسنة الماضية بصراحة ذات أهمية صارت السنة مطلوبات على الأقل 250 منطية في دول مجلس التعاون فهذا شرف للعمانيين ملاك الهجن وأكرر الشكر لسعادة المكرم الشيخ حمد مطر وإخوانه وكرر الشكر للجنة المعنية بهذا المزاين وجزاك الله خير يا أبو هزاع شكرا جزيلا تسلم أبو منصور مشكور على هذه الكلمات الطيبة التحفيزية يا
سلطان البلاد اللي تسامى نرضف الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا نتيجة الشوط الفضي وافتتاحية اليوم الثاني إن شاء الله على التوالي من هذا اليوم وشوط الثنايا حاضر في هذا اليوم والقمم تحضر بالجمال دائما على أرضية هذا الميدان وفي موقع هذه المزاينة ومباشرة إلى المركز السابع والسابع بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم 8 مصيح سالم بن مبارك البادي من ولاية الضنك ألف مبروك حضور مميز في هذه المزاينة. المركز السادس وبقرار لجنة التحكيم المركز السادس اختار حاملة الرقم 3 صوغ المظفر بن هاشي بن الصغير القريني من ولاية السويق والخامس اختار أبناء ولاية الخابور الياسات بالرقم 4 يوسف بن سباع بن محمد الحوسني ألف مبروك. المركز الرابع والرابع حاملة الرقم 7 الحاكمة محمد بن علي بن راشد البادي من ولاية صحم ألف مبروك. المركز الثالث وبقرار لجنة التحكيم واحد أضلاع المثلث الذهبي وصاحبة الوشاح البرونزي في هذا الشوط ألف مبروك لمالك حظ بالرقم 1 سالم بن سلطان بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي. غادر السلام غادر السلام من أرضية الميدان واتجه الناموس والسلام والزعفران وألف مبروك لأبناء الوسطى هيمة سلام تحية واحترام. إذن ألف مبروك لمالك وكاد عبد الله بن محمد بن سعيد الحرسوسي بطلة هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية سيف بن راشد بن سليمان أرشيدي من ولاية بركة ألف مبروك للحضور المميز. محمد الحرسوسي مالك وكاد بداية نهنيك هذا الفوز والانتصار حدثنا لو بالمختصر عن مهرجان حمرة دروع وما شاهدته. والله الله يهين ومسلك ناموس الجميع هذا ناموسكم وهذا بركاتكم وهذا المهرجان طيب وكل سنة يتجدد طول عمرك إلى الأمام وهذا نشكر كلهم المتعاونين اللجنة والمنظمين وكل الحاط عمرك هل حمر الدروع مواقفين وقفة على المهرجان وبيض الله وجوههم. تابعنا وكاد في هذا الشوط وأيضا لها حضور قوي ومميز حدثنا عن سلالتها وإنجازاتها. والله إنجازاتها طول عمرك الحمد لله لها رصيد وافر في القطر والمهرجانات الإمارات وخاصة في السلطنة وأبوها شاهين بن محفوظ الينيبي وأمها سمحة من السمحات. ألف مبروك السلام والناموس لمن تهدي الله طعمك هالهيمة
والعشاق لوكاد. بيض الله وجهك، تستاهل تستاهل، شكرا. باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضى في الترحيب ويفوح الخزامى، للضيوف بديرة رجال النشامى، نراهم ماضي على زمان حيا. والتي حصلت على المركز الرابع التي تحمل رقم 3 شعلة لشهاب بن حمد بن علي الشهومي من ولاية عبري. سلام إلى أهالي عبري على المركز الرابع ورقمها 3. والتي حصلت على المركز الثالث وذهبت السلامات مع من تحمل رقم 1 خريبيش لهاشل بن الصير القريني من ولاية السويق. والسلام إلى 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 بنت الوسمي. سلام إبدية، سلام سلام عادل بن سعيد المغيري على سلام الإبدية. ولكن المركز الثاني وكانت بشارة تحمل رقم 2 في السعيد بن أحمد بن سالم بن هويمل العمري من دولة الإمارات. الناموس حق الخير من الله يا محمد. سلالة بنت الوسمي، أبوها الوسمي الشيب وأمها بنت شاهين. إنجازاتها سابقا، هذه أول مشاركة بكرة مشترى. فالك الناموس المستمر، شو رأيك في مهرجان وحمر الدروع وهذا الكرنفال للعرس التراثي؟ ما يحتاج يا محمد، نحن شهادتنا فيه مجروحة. وأحب أشكر اللقاء القائمة على رأسهم المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي على المبذول والمجهود اللي يقيمون على هالمهرجان، ويزاهم الله خير. معودين كل سنة على التطور وما قصروا. بيض الله وجهك، وإن شاء الله فالك الناموس المستمر، والقاك في مهرجانات أخرى ولا في أيام القادمة في هذا المهرجان وانت متنومس بالرموز الأخرى. الله يطول عمرك، جزاك الله خير. حصل على المركز الخامس بقرار لجنة التحكيم، والذي حصل على المركز الخامس يحمل رقم 2 سراب لسالم بن مبارك المبيعصي من ولاية بركة. تهانينا والناموس. المركز الرابع وكان يحمل رقم 1 درب لفريد بن سالم بن سعيد المقبالي من ولاية لوا. الثالث وذهبت السلامات، المركز الثالث مع شاهين لعلي بن راقع الاحبابي من دولة الامارات ويحمل رقم 3. تهانينا للاشقاء،
تهانينا والناموس إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى علي بن راجع الإحبابي. سلام إلى قبيلة الإحبابي. سلام من يحمل رقم 5 أبي ياس للمحامي تركي بن سعيد المعمري. سلام يا أبو قارون. سلام المعمري. سلام سلام إلى عبري. سلام إلى مياس وإلى مضمرة راشد بن عبيد بن غانم البادي. هذه اللحظات لحظات جميلة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار. أما المركز الثاني كان سراب الشبلي من عزبة التميز لسيف الراشد بن سيف الشبلي من ولاية صحار. خير. شو سلالة مياس؟ أبو مياس بالشرف المحرم من بتسوغا. إنجازاتها سابقا؟ لو حاصل على الأول 3 مرات والمركز الثاني في قطر. سالم احنا في النسخة 8 من مهرجان حمر الدروع وانت أحد المضمرين على مستوى دول الخليج ومشاركتك، كلمنا عن مهرجان حمر الدروع، شو شفتوا النسخ الماضية والفرق في النسخة 8؟ والله مهرجان ما يعلى عليه ومن تطور إلى تطور في كل سنة، ونشكر الشيخ حمد بن مطر الدرعي. بيض الله وجهك ووفاكم إن شاء الله الناموس المستمر. أبناء عبيد بن غانم البادي مضمرين مياس الذي وصل إلى هذا المستوى في هذا الكرنفال في هذا العرس التراثي. جزاك الله خير، طول عمرك عبد الله. بيض الله وجهكم. حصلت على المركز الخامس وهي تحمل رقم 3 حدث بدية لمنصور بن عبيد الوهيبي من ولاية بدية. تهانينا والناموس. المركز الرابع وهي تحمل رقم 1 نوادر لمحمد بن حمد بن خميس الهاشمي من الكامل والوافي. وتغادر هذه اللحظات المثلث الذهبي مع الوشاح ميزة التميز. تهانينا والناموس رقمها 4 ومركزها 3 لفهم بن خميس بالعود السناني. مهرجان حمرة الدروع صاحبة الشوط في النسخة 8 في سن الثنايا وهي بطلة الشوط، هي زعيمة الشوط. إلى السلام. إلى وين؟ إلى الشرقية الباطنة، الباطنة الشرقية. إلى وين؟
سلام والناموس إلى رمز الشرقية. ثاني لو الناموس لعلي بن عبد الله السنيدي، سلام إلى الكامل والوافي. أما المركز الثاني وكانت حظ تحمل رقم 5 لسيب الراشد الرشيدي. ألف مبروك علي بن عبد الله السنيدي هذا الفوز وهذا الانتصار وهذا التتويج المسائي وحصول رمز الشرقية على سيارة هذا الشوط. حدثنا يا علي عن مهرجان حمر الدروع بداية، ثم حدثنا عن رمز الشرقية وإنجازاته. والله مهرجان حمر الدروع ما يحتاج فيه وصف، ما يحتاج فيه كلام. حمر الدروع مغطي لو ما نوصف حنو بل نمدح ما نقدر نكمل. شكرا، بيض الله وياك. أيضا رمز الشرقية لها إنجازات عديدة واسم ليس بغريب في ساحة المزاينات، حدثنا طبعا عن سلالتها وحدثنا عن إنجازات الأخيرة باختصار. والله ما سلالتها أبوها شاهين مهيري وأمها بنت نصيحان، وإنجازاتها طال عمرك حاصلة على سيارة هنا وحاصلة على مراكز متقدمة كلها في المستعون. شكرا شكرا، بيض الله وجهك. ألف مبروك لمالك عزام سيب بن علي بن سبيع الدرعي. ألف مبروك. إذن المركز الثاني بشاير عبد الله بن الشيم بن عبود الدرعي توشحت بوشاح المركز الثاني وحضورها مميز في هذه الأمسية.